يعني الجمعة الماضية بلشت محافظة دمشق بأنشطة تطوعية تحت شعار الأمل بالعمل، فكان احتفالهم تطوعي من عمال دمشق بعدة محاور للتنظيف والقيام بكثير من الأعمال. اليوم أيضا مستمرين برصد هذه الفعاليات من ساحة الجمارك تحديدا مع زميلتنا فرح حساس. صباحك فرح. صباح الخير فرح. يا سلمى، وصباح الخير لليا ولكل ضيوف. يسعد صباحك سلمى مرة ثانية. صباح الخير لليا، لكل مشاهدي الأخبارية السورية تحديدا. صباحنا غير صح. اليوم الجمعة هو يوم العطلة عند الكتار، لكن بنفس الوقت هو يوم همة ونشاط لكثير من الشباب المتطوعين يلي عم يشتغلوا تحت شعار الأمل بالعمل. هذا الشعار يلي بدأناه مثل ما شفنا الأسبوع الماضي بيتضمن شباب متطوعين من كافة المجالات وبرعاية محافظة دمشق. عم نشوف صيانة لأرصفة الطرقات و ايضا اعاده احياء بعض الطرقات وازاله الملصقات الجداريه، كل هذا الشيء لحتى نعيد الجمال والاعمار لسوريا بلدنا الحبيب يلي اكيد ما بيلبق له الا الجمال وكل شيء حلو. مثل ما عم نشوف بلشت الاعمال اليوم بكافه المجالات، تنظيف الشوارع ايضا بدا استكمالا مثل ما قلنا للحمله الماضيه، ورح نشوف بعض المتطوعين. صباح الخير. صباح النور يا هلا. انت عارفين عن حالك، واليوم خلينا نحكي عن هي الحملة بالتحديد، مين عم بتضم وكيف عم بيكون نشاط العمل؟ ولاء عاصي، متطوعة بمؤسسة بصمة شباب سوريا الإدارة المركزية. المؤسسة وانطلاقا من شعار السيد الرئيس الأمل بالعمل، كان الأبرز والأهم أنه نطبق هذا الشعار على أرض الواقع. اليوم قامت مؤسسة بصمة شباب سوريا بالتعاون مع محافظة دمشق لمثل تزيين وشبه ترميم لدوار الجمارك، وهي رح يكون خطوة أولى إن شاء الله لخطوات لاحقة. عمل التطوع ولا ما نجد عليكم، شو بيعني اليوم التطوع بإعادة أعمار سوريا؟ لأنه خاصة الشعار بيقول الأمل بالعمل، الأمل بالشباب، الأمل فيكم. هلا المؤسسة هي راس مال الشباب وهي الحجر الأساسي اللي بتراهن عليه دائما. نحن دائما بنسعى لنترك بصمتنا على أرض الواقع، الشيء مو دائما بالحكي أو بس كتابة شيء على الفيسبوك أو هي، نحن بنسعى لأنه نكون فعالين على الأرض. واليوم أبرز مثال، نحن عم نسعى لترميم العاصمة، يعني شبه ترميم لدوارات بالعاصمة دمشق وتأهيلها من طلاء أرصفة، تقليم أشجار وتزيين الساحة بشكل بسيط. يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير لك. وخلينا ننتقل كمان لشباب تانيين. صباح الخير. صباح النور. شغل يعطيكم. أهلا وسهلا. خلينا نتعرف بالأول عن حضرتك وكيف عم بيتم التنسيق بين المحافظة والشباب المتطوعين. مهندس مازن غراوي، عضو مكتب تنفيذي محافظة دمشق. نحن هذا العمل هو في سياق الأعمال التطوعية الشعبية، هي فيها تشاركية بين محافظة دمشق وفي شباب متطوعين، شباب بصمة شباب سوريا. العمال المتطوعين هن من مؤسسة بصمة شباب سوريا، والمواد والتجهيزات والآليات حتكون من محافظة دمشق، إضافة يعني الدعم والمؤازرة بكل المجالات. نحن عم نحاول هلا يعني يكون العمل يعني مختلف عن الأعمال التطوعية يعني اللي أحيانا بتصير، إنه تكون هي أعمال مجدية، يعني ليست فقط موضوع إعلامي. يعني الموضوع الإعلامي طبعا هو لا شك مهم، لأنه هو بيحفز، يعني الموضوع الإعلام هو تحفيز، هو تشجيع، يعني بيسلط الضوء على الجهود اللي عم تنبذل في خدمة البلد. يكون العمل مجدي، ينعكس، يظهر. رح نروح لعند الشباب كمان وشوفهم على ارض الواقع شو عم يشتغلوا. استاذ مازن، نحن في تسلسل اعمال تمام نحاول نشتغل فيه. تمام. يعني هي تجربه ان شاء الله بتكون يعني بتكون التجربه، يعني قد يكون طبعا فيها بعض النواقص، في بعض الاخطاء. هلا عم نشوف شباب من اعمار مختلفه، يعني صح فيهم اعمار مختلفه وكله بهمه عاليه. صباح الخير. صباح الخير. يعطيكم العافية. خبرونا اليوم العمل التطوعي قد ايه مهم بالنسبة لكم، وهي يمكن بداية عملكم او في اعمال سابقة؟ يعني هو مهم، يعني انه نحن بنطلع بنتطوع انه بنشتغل هيك شغلات. طيب قد ايه بتشوفي هذا الشغل هو ممكن يفيد بإعادة احياء شوارع وارصفة دمشق وإعادة الناحية الجمالية لها؟ بانه بيفيد هو كثير لها وبيعطيها جمال، والعالم كثير انه بتصير انه تصور وانه هيك يعني.
أكيد مثل ما عم نشوف اليوم الشباب شوي متلبكين بالحكي، بس مهمين على العمل. هن متلبكين، هن الفكرة ببصمة شباب سوريا، يعني الشباب المتطوعين، وفي طبعا مؤسسات كثيرة اشتغلت بهذا المجال، إنه هن متطوعين، مو متطوعين إجبار، يعني هن أساسا، يعني هي أساس وجودهم، أساس وجودهم هو وجود تطوعي يعني في خدمة البلد يعني وبأقل تكاليف. نحن الفكرة إنه نحن بزمن بسيط، هلا نحن كان المقترح اليوم إنه بيوم واحد تكاليف بسيطة، يعني فقط المواد المتوفرة لدى محافظة دمشق، في مواد يعني لابد إنه يعني تم إحضارها أيضا، إنه نحن ننفذ ساحة تظهر يعني بمظهر جميل بأقل جهد ممكن. يعني هلا وكمان من الصبايا أستاذ مازن بدنا نشوف أنسة رانيا وتحكي لنا اليوم عن مشاركتها بهذا اليوم. يسعد أوقاتك. أنا رانيا الصباغ، مدير إدارة دمشق مؤسسة بصمة شباب سوريا. انطلاقا من شعار السيد الرئيس الأمل بالعمل، كان لنا دور فعال في فعالية مشتركة بين مؤسستنا وبين محافظة دمشق لتزيين ساحات دمشق. رانيا قد ايه مهمة هذا العمل التطوعي اليوم؟ الشباب منتشرين بأغلب الشوارع اليوم بإعادة دهن لهي الأرصفة، أو حتى عم نشوف تنظيف لهي الشوارع، تنظيف شوارع، تقليم الأعشاب، دهان الأرصف، دهان الأشجار بالكلاس. يعني بلدنا هي وبلدنا غالية علينا، ولازم نكون كلياتنا إيد بإيد لحتى نزين بلدنا ونسبة حبنا لرئيسنا وبلدنا، فلازم نكون كلنا ايد واحدة ونتشارك بالعمل سوا. يعني مثل ما نا عم نشوف خير دليل على حب الوطن، حب هي البلد والشوارع تحديدا العاصمة السورية، رح يكون بالعمل، العمل على أرض الواقع. عم نشوف مثل ما قلنا يمكن أعمار مختلفة، مثل ما قلنا اليوم الجمعة، بس الكل منكب على العمل لتزيين هي الشوارع. خلينا ناخذ هون كمان، يعطيكم العافية وصباح الخير. الله يعطيكم يا رب، يسعد صباحكم. وصباحك يا رب. صباح. كيف الصبح اليوم مبلشين شغل؟ خبرنا وشو أهمية العمل التطوعي للشباب؟ يسعد صباحك يا رب وجمعة مباركة عليكم. اليوم بصمة شباب سوريا مشاركة بالتعاون مع محافظة دمشق بتزيين وتجميل ساحات المحافظة. احنا اليوم أول خطوة كانت لنا هي ساحة دوار الجمارك. طبعا هذا الكلام كله هو تجسيدا لشعار اللي أطلقه السيد الرئيس الأمل بالعمل. عندنا عدة نشاطات، منها مثل ما عم نشوف دهان الأرصفة، إصلاح الأطاريف اللي هي مهدمة، كمان نحن معنا شباب مهني وحرفي عم يشتغل هذا المجال، طلاء الأشجار باللون الأبيض بلون الكلس كمان، وعندنا كمان عم يساعدوا بالعمال بالنظافة. العمل التطوعي هو أهم شيء، نحن إيماننا بهذا العمل بيجي من إيماننا برب العالمين وبالوطن. اليوم العمل التطوعي هو أسمى شيء يمكن بيقدمه الإنسان، لأنه هو بالنهاية طالع من ذاته، من قلبه إذا صح التعبير، يعني عم يقدم شيء مو ناطر مقابل من حدا ولا حتى يمكن كلمة شكر من حدا. ونحن بدنا نقول لكم شكرا بالمقابل، ولكل الشباب يلي عم يحاول يقدم لو شيء بسيط، شيء يمكن يزيد من جمال بلدنا. نبدا الاعمار خطوه بخطوه، بلشنا من ساحه الجمارك وكثير ساحات ناطرتنا وكثير من الارصفه، واكيد كل الشكر لكل شخص ساعد وقدم لو جزء بسيط. بنرجع لاستديو صباحنا غير وزملائنا ليا وسلمى، ويسعد صباحكم عن جديد. شكراً لك فرح، يعطيكم العافية.